المباراة مباراة الأهلي والوداد امبارح هنشوف تقرير عنها بالتفصيل ونرجع لحضراتكم مرة تانية البيت الكبير. لا صوت يعلو في القارة السمراء على صوت المارد الأحمر، هكذا أثبت النادي الأهلي أنه الأقوى والأفضل على صفحة القارة الإفريقية بعدما نجح في تحقيق فوز رائع على نظيره الوداد المغربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين السبت على أرض ملعب مركب محمد الخامس في المغرب ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأبدع الأهلي في المواجهة الصعبة التي كانت تترقبها الجماهير ونجح في تسجيل هدفين رائعين عبر محمد مجدي أفشاه وعلي معلول، كما سيطر لاعبو الأهلي على مجريات شوطي المباراة وكانوا الأفضل داخل الملعب على صعيد الانتشار والاستحواذ وكذلك الهجمات الخطيرة بعد أن هددوا مرمى بطل المغرب بعدة فرص مؤثرة كانت كفيلة بخروج الفريق فائزا برباعية على الأقل. نال النادي الأهلي في مباراته أمام الوداد استحسان الجميع داخل القارة الإفريقية وعشاق كرة القدم بعد أن قدم مباراة كبيرة داخل المستطيل الأخضر وخارج الخطوط من الإدارة الفنية الرائعة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي حجز سريعا مكانة كبيرة في قلوب جماهير القلعة الحمراء بعد أن ظهرت بصماته سريعا على أداء اللاعبين والمردود الفني والخططي لكل عناصر الفريق، خاصة من حيث الضغط على المنافس وفي كل أرجاء الملعب وسرعة نقل الكرة واللعب كوحدة واحدة مطبقين فكرة الكرة الشاملة الجميلة وسرعة الارتداد من الهجوم للدفاع وكذلك سرعة الانطلاق بالكرة في حالة الهجوم. وأبلى لاعبو الفريق كلهم البلاء الحسن في المغرب مؤكدين رغبتهم في تحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء بالتتويج بالبطولة الإفريقية الغالية بعد أن غابت عن دولاب بطولات المارد الأحمر منذ عام 2013. وعلى الرغم من إجادة كافة العناصر إلا أن هناك بعض اللاعبين الذين أبدعوا في هذه المباراة، خاصة الحارس العملاق محمد الشناوي وثنائي الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وظهير الطائر علي معلول وقلب وسط الملعب ومحور الفريق محمد مجدي أفشا الذي كان في أفضل حالاته الفنية والبدنية، فضلا عن ظهور مروان محسن كمحطة قوية ومؤثرة في الهجوم الأحمر. الأهلي أبدع كعادته في المناسبات الكبيرة وأثبت أنه عازم على تعويض السنوات الأخيرة متسلحا بدعوات جماهيره ورغبة نجوم الفريق في تسطير أسمائهم ضمن أوراق دفتر العظماء في النادي الذين نجحوا من قبل في تحقيق هذه الكأس الغالية ومعانقة الأميرة الإفريقية السمراء.